سلامات سميعة نجوم أفهم الكرام، أنا أحمد العسيلي وده عسيلي على راديو في رمضان. كل سنة وانتم طيبين وبألف خير، وإن شاء الله رمضان يجي كده بهدوء وسكينة على مصر وأهلها عشان نتعافى من المفرمة اللي كلنا مرميين فيها بقالنا سنة ونص ولسه. أنا ما عملتش عسيلي على راديو بقالي سنتين صحيح، لكن برضو نوع المواضيع اللي بيتناولها سهل قوي تتكرر، وخصوصا أني عملت 150 حلقة من دول عبر السنين، لكن حاول على قد ما أقدر. مش عايز أتكلم في السياسة نفسها خالص لأنكم تعبتوا أكيد، ولو ما تعبتوش فأنا بقى تعبت. هخصص حلقات رمضان السنة دي اللي عايزينه لمصر بعد الثورة، عايزين إيه يتغير في حياتنا وفي أنفسنا وفي شوارعنا وفي كل حاجة حوالينا. الأهم في المهم، أول حاجة لازم تتغير في المصريين عشان مصيرهم يختلف ومستقبلهم يبقى أحسن من ماضيهم هم المصريين نفسهم. إحنا متعودين صحيح على هذه الأرض إننا نقعد نشكر في نفسنا ونتغنى بعظمتنا تاريخنا وحضارتنا وحلاوتنا وأطائتنا، وهو كلام ظريف خالص ومبسط ومفرح وكل الحاجات، لكن للأسف كلام ما يأكلش عيش لمؤاخذة. اللي بيأكل عيش لمؤاخذة هو أننا نعترف أننا بقينا وحشين. مش ذنبنا لوحدنا أننا بقينا وحشين، هو كده لما الناس يعيشوا في وطن سايب كده لمؤاخذة بيسيبوا هما كمان. المثل المصري العبقري بيقول المال السايب يعلم السرقة، والوطن السايب اللي بتحكمه المحسوبية والفلوس والفساد بيبوظ الناس كمان. وهي حاجة مش صعبة الفهم، المواطن بيتعمل زي المنتج في المصنع، بيتعمل بالتعليم والإعلام والثقافة، باللي بيقراه واللي بيسمعه واللي بيشوف باللي بيعرفه باللي بيتعود عليه. ولو أي حد أمين يعني يقيم الحاجات دي في حياة المصريين لازم يزعل شوية شوية على الأقل. إحنا الحقيقة مش عظام خالص، إحنا حالة خاصة، عندنا طعم وروح وحاجات كويسة برضو، لكن كمان عندنا شعب تبوظ وتساب يبوظ عبر عشرات سنين. مصر هي العظيمة بدورها العظيم في صناعة تاريخ الدنيا، هي بلد فعلا عظيمة، بس دي حاجة ملناش علاقة إحنا بيها خالص. إحنا مالنا، مصر عظيمة عشان حاجات هي محظوظة فيها زي موقعها مثلا ساعدها كتير، زي ما جاب لها وبال كتير، لكن في ناس عبر تاريخها الطويل خلوها عظيمة. إحنا بقى لو عايزين نبقى أي حاجة لازم إحنا اللي نبقاها، لازم كل واحد يستحق ما يطلق عليه. محدش يقول على نفسه عظيم وهو وحش كده، تعالوا نبقى، تعالوا نكون، وهي فرصة جات بالثورة دي، وبعدين نقول على نفسنا أي حاجة إحنا عايزينها. كل سنة وإنتوا أحسن منا. سلامات.